في سورة المائدة يقول فيها رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، إلى آخر الآية. الآية كام يا دكتور؟ الآية 3 من سورة المائدة. طبعا تحريم الميتة سبق علمي، لأن معروف أن الكائن إذا مات تبدأ خلايا جسده في التحلل، وإذا بدأت في التحلل تتحول إلى سموم وتتحول إلى يعني مركبات ضارة جدا بمن يتناولها. الدم، يعني الدم هو السائل الذي يحمل كل وساخات الجسد، يحمل كل ما في الجسد من نفايات، ولذلك أكل الدم يعني قد يكون أحد الأسباب الرئيسية للإضرار بجسم الإنسان. شرب الدم لا، وأكله يعني في أوروبا يصنعون ما يسمى البلاك سوسيج، النقانق السوداء، يعني يجمعون مصارين الخنزير ويملؤوها بدم الخنزير وشحم الخنزير ويعتبرون هذا من الوجبات الرئيسية. يعني نعم، وهذا طبعا أكل قاتل للغاية، لأنه الدم هو كل نفايات الجسم يحملها الدم، دم الخنزير ودم الخنزير بالذات يعني. لكن الآية هنا عن كل دم. هل يستلذون به إلى هذا الحد؟ نعم نعم، هو معتقد ديني لديهم. لا لا، وطبعا من وساوس الشيطان أيضا. الله، الشيطان يوحي لهم. الإنسان إذا لم يكن على رباط وثيق بخالقه سبحانه وتعالى فيكون فريسة سهلة للشيطان. من المؤكد ظهرت أضرار دكتور زغلول، أضرار كثيرة يعني. أضرار كثيرة، أكل الميتة والدم. نعم، أضرار كثيرة. ولما يرتدعوا، والله سبحان الله، يعني أنا قرأت مقالات كثيرة تحذر من علمائهم ومن حكمائهم من أكل الميتة ومن أكل الدم، ولكن سبحان الله الإنسان إذا تاه عن طريقه إلى الله سبحانه وتعالى لا يجدي فيه نصح. يعني في بلد العلم لا يأخذون بالعلم. لا يأخذون بالعلم. نعم. لحم الخنزير. لحم الخنزير. طبعا جدل طويل يدور في العالم الغربي، لماذا تحرمون لحم الخنزير؟ ويصطنعون أساطير كثيرة يعني لا أساس لها من الصحة، يختلقونها على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، فحتى يقولوا أن محمد حرم الخنزير عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير لأن الخنزير سبق أن آذى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام غير صحيح، لأن الجزيرة العربية لم يكن فيها خنازير. نعم. فلحم الخنزير طبعا الأصل في التحريم والتحليل يقبل دون فهم العلة. يعني إذا جاء أمر من الله سبحانه وتعالى يحرم أكل الميتة، أكل الدم، أكل لحم الخنزير، لا يملك المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. نعم. لكن هذا التسليم وهذه الطاعة لا يتنافيان أبدا مع فهم العلة. وأنا سئلت كثيرا وأنا في الغرب، يعني لماذا لا تحرمون لحم الخنزير ودهن الخنزير؟ واتضح لي أن هناك أسباب كثيرة، يعني من أبرزها ومن أهمها أن دهن الخنزير من المركبات المعقدة للغاية والتي يصعب هضمها والتي تتسبب في كم هائل من الأمراض، اعترف به كثير من العلماء الغربيين ومنهم عالم ألماني نشر سلسلة من المقالات عن خطورة دهن الخنزير، وترجمت بعض أعماله في مجلة تصدر في الكويت، تصدرها بيت التمويل الكويتي. والحقيقة المقالات فعلا يعني مجرد علم هذا الرجل بأن الإسلام يحرم أكل الخنزير ودهن الخنزير ودم الخنزير كان سببا في إسلامه. هذا خاص بدهن الخنزير على وجه الخصوص؟ على وجه الخصوص، بس أنا قادم للقضية أهم. نعم. العلماء الآن يقسمون الحيوانات على أساس من نظام أكلها، فيقولون هناك ثلاث مجموعات للحيوانات. مجموعات يسمونها آكلات الأعشاب التي لا تأكل لحوم أبدا، وآكلات اللحوم التي لا تأكل الأعشاب، وآكلات اللحوم والأعشاب. فهناك ثلاث مجموعات للحياة: آكلات أعشاب، آكلات لحوم، لآكلات لحوم وأعشاب. نعم. طبعا الحيوان الوحيد الذي يأكل اللحوم والأعشاب ويأكله الإنسان، والإنسان المجموعة التي تأكل اللحوم والأعشاب، فالإنسان الحيوان الوحيد الذي يأكله الإنسان والذي يتفق في طبيعته أو نمط غذائه مع الإنسان هو الخنزير.
ويقول العلماء إذا تشابهت طبيعة الطعام تتشابه الأمراض، تتشابه الفيروسات، وتتشابه الجراثيم، والدورة الحياتية لمسببات الأمراض تتحرك بين هذه المجموعات حركة سهلة للغاية. فيكون الخنزير هو الحيوان الوحيد من آكلات الأعشاب واللحوم الذي يأكله الإنسان. وقد يكون من أسباب حكمة تحريم الخنزير ليس فقط لنجاسته، وليس فقط لصعوبة هضم شحومه ولحمه، وليس فقط لأنه أمر إلهي، ولكن نرى الآن أنه الحيوان الوحيد الذي يتفق مع الإنسان في نمط غذائه، في أنه يأكل اللحوم ويأكل الأعشاب، بالإضافة أنه حيوان رمام يعني يرم كثيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حرم أكل الحيوانات التي ترم. يعني قال يحبس الحيوان لفترة حتى يطهر جسده قبل أن يؤكل. طب ما ظهر في أوروبا مؤخرا من جنون البقر، نعم، ينطبق عليهم نفس الكلام؟ قال لا نأكل هذه اللحوم ولا نقربها. ينطبق عليها يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في نهيه عن أكل الحيوانات الرمامة يقول أن الحيوان يحبس حتى يطهر جسده قبل أن يؤكل، نعم، ويحبس لفترات تتناسب مع حجمه. وحتى في بعض الأحاديث وبعض الروايات كان يحرم ركوب الحيوان إذا رم حتى لا يكون عرقه في شيء من النجاسة فاصل للإنسان. موضوع جنون البقر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن حاول العلماء تغيير النمط الغذائي لبعض الحيوانات. يعني معروف أن البقر لا يأكل اللحوم، وبما أنه لا يأكل اللحوم لا يأكل البروتينات الحيوانية. فأقيم في أوروبا ما يسمى بالمذابح الآلية التي تأخذ الدماء والشحوم والأحشاء والعظام وتهرسها وتصنع منها حبوب تغذى بها البقر ويغذى بها الدجاج ويغذى بها أنواع العلف. نعم، وهي بروتينات حيوانية، فهي مخالفة للفطرة، فظهر جنون البقر. وجنون البقر يعني كلف بريطانيا بلايين الجنيهات الاسترلينية في فترة زمنية قصيرة، لأنهم أعدموا مئات الآلاف من الرؤوس لثبات أن هذا الجنون ينتقل للإنسان، وأنه عن طريق الأكل. عن طريق الأكل طبعا، عن طريق الأكل. نعم، أنه لا يضيع. الغريب أن لم يكتشف إيه طبيعة الفيروس الذي يسبب جنون البقر، لكن فيروس غريب، وهذا الفيروس لا يقتل أبدا لا بالغليان ولا بالشوي ولا بالطهي بأي طريقة من الطرق، فينتقل للإنسان عن طريق الغذاء. هذا الفيروس ناتج دكتور نتيجة أكل البقر بروتينات حيوانية؟ نعم، يعني إذا خالفت الفطرة فلا بد أن ينتج أشياء ضارة. فالبقر لا يأكل البروتين الحيواني. ما هي الفطرة في الخنزير أن يأكل الحيوان؟ هو رمام، هو رمام، خنزير حيوان رمام. نعم، ولذلك نهانا عنه. نعم، نعم. وما أهل لغير الله وما أهل لغير الله به، في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعض الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنا نأكل الطعام ونسمع تسبيحه. فالطعام حقيقة إذا لم يكن طعاما طاهرا، والحيوان إذا لم يذكى بمعنى أنه يذبح بالطريقة الشرعية الصحيحة وأن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، يصبح يعني يرفض آكله، لأن هذا الطعام له إدراك. يعني حتى يتخيل الناس، نعم كنا نأكل الطعام ونسمع تسبيحه، يعني والحصى سبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فيعني البقية ما أهل لغير الله به، يعني إذا أهل لغير الله بهذه الذبيحة قد تكون هذه الذبيحة رافضة لهذا الأمر، وهذا الرفض قد يسبب لآكلها أضرار صحية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه نعم. تعليم الشريعة أيضا. نعم، وتحريم برضو المنخنقة والموقوذة والمتردية. نعم، والنطيحة نفس الشيء. نعم، نفس الشيء يخالف، لأن هذه كلها طب يعني النطيحة، النطيحة التي ماتت بنطح. احنا في عجالة نظهر للسادة المشاهدين. نعم، المنخنقة والموقوذة والمتردية. نعم، المنخنقة التي ماتت عن طريق الخنق. عن طريق الخنق. نعم،
نعم. والموقوذة عن طريق الضرب. 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 الترضية اللي وقعت من علم. نعم. والنطيحة. النطيحة التي ماتت بنطح حيوان آخر لها. نعم. نعم. فهذه كلها معرضة أن تكون مليئة بالدماء. أنها تكون ماتت فعلا قبل فترة طويلة، ويكون أكلها طبعا يحوي كثير من السموم وكثير من حاملات الأمراض التي لا يقوى عليها الإنسان. وما ذبح على النصب أيضا يا فضل. ذبح لغير الله، يعني ذبح على النصب، ذبح لصنم من الأصنام ولغير الله، وأن تستقسموا بالأزلام إلى آخر الآية.